يمكن زي ما احنا عارفين مصر خاضت أشواط كبيرة جدا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وقدرت اللي في وقت قصير، ومش بس علشان خاطر تنظيم مؤتمر كوب 27، لكن فكرة الاقتصاد الأخضر والتحول الاقتصاد الأخضر يمكن هو أولوية وهدف من أهداف الدولة المصرية. عشان كده في اهتمام كبير جدا بمشروعات الطاقة الخضراء، وخاصة مشروع إنتاج الميثانول الأخضر اللي بيتم تصنيعه في مصر لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط. والمشروع ده بيتم بالتعاون ما بين شركات عالمية وشركات مصرية كبرى لإنتاج الإيثانول الحيوي، كمان إنتاج الأمونيا الخضراء، وده اللي بيأكد نية وجدية الدولة في فكرة اقتحام هذا المجال تحديدا للتحول إلى الأخضر بشكل سريع جدا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن مشروع إنتاج الميثانول الأخضر وأهمية توطين صناعته في مصر من ضيفنا الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة اللي منورنا النهاردة. أهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا حبيبي؟ ايه هو في البدايه الميثانول الاخضر وبيتم تصنيعه ازاي؟ تمام، كلمه اخضر عموما ما بتجيش مثلا من المنتج نفسه، لكن بتيجي ايه طريقه الهيدروجين اللي منتج، تمام، عن طريق الطاقه الكهربائيه. طبعا احنا عارفين الهيدروجين الاخضر عموما زي ما قلت في كذا لقاء قبل كده، ان هو عباره باخد الميه، تمام، بتاعه البحر بعد ما عمليه معالجه، تمام، احنا عندنا في الكيس بتاعتنا ميه البحر عشان عمليه معالجه، عشان بطلع منها الهيدروجين والاكسجين لوحده نتيجه التحليل الكهربائي. الكهرباء اللي جايه بقى من المصدر ده اللي بتستخدم في عمليه التحليل هي بقى الكهرباء الخضراء اللي هي بتيجي من طاقه الرياح او طاقه السونار بانل، تمام، واي نوع من انواع الطاقه النظيفه الموجوده عندنا. المصنع الموجود حاليا اللي هو منتج اللي هو كان فيه باكوره انتاج الهيدروجين الاخضر اللي هو اللي اتفتح في كوب 27، طبعا هو بيطلع هيدروجين اخضر، بيطلع هيدروجين اخضر من اللي انا قلت لحضرتك عليه، ان انا بحلل الميه اللي جايه من البحر بعد عمليه معالجه، تمام، بالظبط كده، بيحول الهيدروجين واكسجين، تمام، والطاقه الكهربائيه اللي جايه له طبعا جايه من الشبكه القوميه للدوله اللي هي داخل فيها، لان الشبكه القوميه للكهرباء للدوله مفيش فيها بس كهرباء جايه من الجنريتورز او المحطات الكهربائيه، لا، بيدخل فيها الطاقه المتنوعه بنسب حوالي 20% او 25% من الطاقه المتجدده الموجوده عندنا بيها مراحل، وبالتالي بياخدوها، تمام، تيجي محولات بتاخدها، تمام، على مسافه من المصنع، وبتعمل دخل مصدر الكهرباء ديت، وباخد الميه اللي جايه بعد عمليه المعالجه من البحر، وبعمل عمليه الفصل لل H2O اللي هو الايه من الميه، بيحول الهيدروجين وبيحول الاكسجين. بعدها باخد بقى الاكسجين ده، اخد الهيدروجين ده، تمام، وبستخدمه مع ثاني اكسيد الكربون، تمام، عشان انتج الميثانول الاخضر. الميثانول الاخضر طبعا ده هو عباره عن مكون من ثاني اكسيد الكربون والهيدروجين الاخضر الموجود عندنا. اذا هو عمليه انتاج الميثانول هي دي الاخضر، بنسميه عشان كده ميثانول اخضر. الاخضر بس فقط هو نتيجه مصدر الكهرباء اللي داخل عندي منين، تمام، اللي هو طاقه الرياح، الطاقه النظيفه الكهربائيه، السولار بانل، كل ده اسمه اخضر، تمام، يعني ما بتدخلش فيه الوقود الاحفوري. طب استخدامات الميثانول نفسه ايه؟ بيستخدموه او اول استخدام ليه او المهم جدا والعالم كله بيستخدمه دلوقتي، بيستخدموه في عمليه السفن، بعمليه ايه؟ ان هو بيحطوا عمليه وقود للسفن. يعني عندنا شركه ميرسك العالميه، تمام، اللي هي عندنا في بتستخدم عندها سفن كثيره جدا على مستوى العالم، بتستخدم في النقل، بتستخدم هذا الميثانول في عمليه الوقود لعمليه عشان يحرك السفن الموجوده فيها. طبعا بيستخدموا الديزل والكروسين وبعض المواد الاخرى للوقود. هو اوفر في التكلفه؟ مش شرط التكلفه، هو بيكون اغلى في التكلفه، ولكن اول حاجه بيدي طاقه اكتر، وفي نفس الوقت برضه بيعمل عمليه خفض لثاني اكسيد الكربون، لان احنا بصناعه الميثانول ده الاخضر ده ان انا باخد ثاني اكسيد الكربون اللي هو اوريدي موجود من السفن اللي هي موجوده في البحر او موجوده عندنا في المصانع وخلافه، عشان بتطلع ثاني اكسيد الكربون بنسبه عاليه جدا وتعمل احتباس حراري، المشكله احنا عارفينها كلنا. هو احنا بناخد هذا بقى ثاني اكسيد الكربون، يعني في يعني بلاد زي المانيا وغيره بتاخد عندهم طبعا صحوه صناعيه كبيره جدا بتطلع ثاني اكسيد الكربون، بياخدوا ثاني اكسيد الكربون ديت وبيجمعوه بخزنوه في اماكن معينه عشان يستخدموه بعد كده مع الهيدروجين الاخضر عشان يطلعوا الميثانول ده. يطلعوا الميثانول كسائل وبعد كده بيستخدموه كوقود للسفن. عندنا اكثر من حوالي 90 سفينه لميرسك شغاله على مستوى العالم بالميثانول الاخضر. احنا مقربا او تقريبا من مده بسيطه اول سفينه يتم تزودها بالوقود او الميثانول في مصر في دخل قناة السويس، وده طبعا حاجه ايه تحسب للدوله، بمعنى ان احنا خلاص دخلنا الاقتصاد الاخضر، دخلنا ان احنا بنجيب المنتجات اللي هي الميثانول الاخضر ده ميزته او يعني الميزه الاكبر في ان احنا بنتخلص من ثاني اكسيد الكربون. يعني احنا عندنا المشكله الكبيره بتاعت الجلوبال وورمنج الاحتباس الحراري ان العالم كله هو كسرت ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي ده اللي بيعمل عمليه احتباس وطبقه احتباسيه وبيدخل طبعا الشمس وبالتالي ما بيعكسهاش وبتعمل عمليه
احتباس حراري وبتزود درجه الحراره والمشاكل كلها احنا شايفينها، الفيضانات اللي في ليبيا، الفيضانات حاليا البلاد العالم كله التصحر وخلافه، ده اللي بيؤدي لهذه المشكله وتفوقها. فعمليه حصول هذا الميثانول بتعمل زي عمليه ابعاد افضل لحاجتين، بتخلص من ثاني اكسيد الكربون التدوير بالظبط، نقدر نقول هو زي اعاده تدوير ثاني اكسيد الكربون بالظبط كده، باخده عشان اقلل من اضراره واخرج واستفاد منه واستفاد منه ان انا بطلع ايه الميثانول ده عشان بعد كده استخدامه في وقود السفن اللي هو بيدي طبعا طاقه لها عاليه اكتر وبيقلل التلوث البيئي، ما بيكونش في اي نوع من انواع التلوث البيئي. فده طبعا الدوله كلها عندها ترند عالمي او ترند انها توطن هذه الصناعه. انت عارف ان الدوله حاليا عملت المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر، تمام؟ احنا مثلا عندنا مجلس في البترول، عندنا حاجه اسمها المجلس اللي هو منتدى بتاع الغاز، يعني عاملين مجلس للغاز، تمام؟ ومجلس الهيئه الوطنيه للغاز، الهيئه الوطنيه للكهرباء، عاملين له هيئه وطنيه للهيدروجين الاخضر. طلعت اصل رئاسه الوزراء والوزير ده بخلاف منتدى غاز المفاصل، ده حاجه ثانيه. منتدى غاز المفاصل ده عشان البترول. لسه مؤخرا من شهر عاملين المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر لمدى اهميه هذه الصناعه في البلد، تمام؟ ومدى اهميه العالم كله في الترند العالمي، وده بيؤكد على النظره المستقبليه للسياسه او القياده السياسيه تحديدا لمتغيرات الامور وفكره ان العالم كله متجه الى التحول الى الاخضر. فكره ان مصر كونها يعني دوله ليست بالدول الكبرى اقتصاديا ولكن هي دوله عازمه وجاده بخلاف الدول الناميه او الدول الكبرى اقتصاديا صاحبه الاقتصادات الاكبر اللي بتؤثر سلبا على البيئه، ولكن ما تحولتش هذا التحول الى الاخضر زي ما مصر جاده في التحول الى هذا النظام. ده حقيقي. وانت عارف حضرتك طبعا احنا لازم الناس تعرف برضو ان الوقود الاحفوري اللي هو متمثل في الغاز والبترول فيهم في الايام مش هينضب وبيحصل فيه عمليه ديكلاين او تقليل انتاج تراوح سنوي، تمام؟ للانتاج. وده اللي حصل عندنا في مصر حاليا دلوقتي. احنا كنا انتاجنا 7.2 من الغاز، وصلنا ل 6.8 دلوقتي، وصلنا لحوالي تقريبا 6.1 مليار مكعب من الغاز يوم. يعني احنا بنقل كتير. ده مش بنقل معناه ان احنا عندنا مقصرين في الانتاج، لا، بقصة طبيعه الابار البتروليه الابار النفطيه، فعندها ديكلاين كيرف بينزل فيها عمليه التخفيض بتاعه الضغط بتاع الخزان وزياده الميه كده، يعني حاجه طبيعيه للابار الغاز عامه. طيب اللي اخترنا مدينه دمياط بالاخص عشان ننشئ فيها مصنع للميثانول الاخضر. طيب مدينه دمياط طبعا اي حد او اي حد بيعمل استثمار لازم اول حاجه لازم يبقى عنده ميناء معينه عشان لما بيخلص. تعرف ان طبعا دمياط فيها مصنع موبكو الكبير، موبكو ده بينتج اسمده كثيره جدا، يعتبر من اكبر المصانع عالميا لانتاج الاسمده وتصديرها الى الخارج، تمام؟ وبناء عليه في عندهم المقومات الاساسيه لهذا الكلام، تمام؟ ان بينتج امونيا، بينتج اسمده، تمام؟ فبالتالي لما بيستخدم هذا المكان، وعندهم كمان في حاجات ثاني اكسيد الكربون من الميثانول الحي وبيطلع هناك، وبالتالي بيستخدموا ثاني اكسيد الكربون اللي بقول عليه مع الهيدروجين اللي احنا نتيجه الهيدروجين الاخضر ده، بوجود الاثنين العاملين دول هيسهل عمليه انتاج الميثانول، وبالتالي نفس برضه هيكون سهل جدا ان هو يكون عمليه تصديره للخارج، لان طبعا هدفنا كله ان احنا نبقى مركز عالمي لتوطين هذه الصناعه الخضراء في مصر بمعنى الهيدروجين الاخضر، الميثانول الاخضر. وبالتالي احنا الحمد لله يعتبر الاوائل في هذا المنتج على مستوى احنا. الهيدروجين الاخضر احنا مش اول ناس فيه، لان احنا عندنا السعوديه بدأ فيه من زمان، في ارامكو عندنا مثلا، الامارات بدأ فيه من زمان، احنا بدانا فيه وعملنا اكتر من حوالي 20 اتفاقيه مع الشركات العظمى، تمام؟ زي ايني وخلافه وشركات هنديه وخلافه، تمام؟ ولكن موضوع الميثانول ده حاجه جديده جدا وحاجه كويسه جدا تؤدي زي ما قلت لحضرتك، يعني اكنه بمثابه تدوير او تقليل او تحجيم ثاني اكسيد الكربون اللي هو العالم كله بيشتكي منه، وفي نفس الوقت برضه بستخدمه مع الهيدروجين الاخضر عشان اطلع منتج يعود لي عائد كبير جدا من يعني الدوله متوقعه من هذه المشاريع حوالي 18 مليون 10 18 مليار سنويا دخل الدوله من هذه المشاريع، وبالتالي ده واكثر من 100,000 فرصه عمل في هذه المشاريع، ده معناه ان هو هيعود للدوله اقتصاديا بفرص عمل بفلوس بدخل دولاري، تمام؟ وتصدير للعالم اللي هو اوريدي في شورت او في نقص للطاقه العالميه. صحيح. في هذه الانتاج. طيب دكتور، يمكن دايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما يتحدث عن مشروع جديد بيتم على الاراضي المصريه بيكون حريص على فكره توطين الصناعه، تمام؟ ازاي يتم توطين صناعه الميثانول الاخضر؟ تمام. الرئيس دايما يعني بيجيب الحاجه اللي هي احسن تكنولوجي في العالم بيحاول يوطنه هنا. ليه واختار الشركه اللي هي ستاتيك دي؟ ليه؟ لان دي تعتبر شركه نرويجيه عالميه تقوم بعمل كل دراستها او كل شغلها في الاقتصاد الاخضر وفي الهيدروجين الاخضر وفي الطاقه الخضراء.
فاحنا بنختار احسن شركات عشان نتعامل معاها في كل المجالات بقى. ليه بستخدم شركه اينا عشان تعمل لي عمليه الديب ووتر دريلنج زي ما حصل في حقل زهر؟ لان هي تعتبر احسن شركه على مستوى العالم، هي بتعمل الديب دريلنج والديفييتد ويلز حتى في كوبروس واليونان وكل جميع انحاء العالم. تمام، ليه باخد شركه شيل؟ ليه باخد اكسل موبيل؟ ودخلت كل الشركات ديت لان دي شركات لها باع كبير في هذا القطاع في عمليه الديب دريلنج وخلافه. فاحنا ليه جبنا الشركه دي؟ لانها تعتبر شركه عظيمه في هذا القطاع. فباخد الناس دي كلها وبدخل معاهم العماله المصريه والمهندسين المصريين عشان يستفادوا من التقنيه عندهم. تمام، وبالتالي هستفاد او بجيب التكنولوجي من اعلى مستوى من النو هاو اللي عند الناس ديت ايه والخبره العالميه في هذا المجال. فبناء عليه اخترنا هذه الشركه باقتصادها الكبير وخبرتها العالميه عشان اقوم بتوطين هذه الصناعه والعنصر البشري المصري يستفاد من هذه الايه التقنيه العلميه والاستفاده العلميه. وده اللي الرئيس دايما بيعمله في جميع المجالات، جميع المجالات وجميع القطاعات. دايما تلاقينا احنا الحمد لله السباقين في بعض الاشياء الجزيره وخصوصا هذا المشروع الكبير هو الماسون الاخضر. فبالتالي لازم بنحصل على هذه التقنيه، وبالتالي بعمل دليفر او بعمل عمليه تفريخ للمهندس المصري لان بدربه على اعلى مستوى من التقنيه من الناس اللي انشات هذه التقنيه اللي هم لها بيسموها كي بي اي او ريكورد عالمي، ريكورد عالمي في هذه الايه التقنيه اللي هي صناعه الايه الهيدروجين الاخضر. طيب والميثانول الاخضر اتكلمنا عن امكانيه تصدير، خليني اقول الميثانول للدول الاوروبيه. احنا النهارده لما يكون عندنا مصنع كبير في مدينه دمياط موجود على مينا، ده من الحاجات اللي تؤهلني ان انا اصدر. فازاي اقدر اصدر لدول اوروبيه واسيويه، وازاي ده بيخلي مصر او بيضع مصر ضمن خليني اقول الدول الرائده في تصنيع الميثانول الاخضر؟ تمام، الميثانول الاخضر المنتج النهائي بتاعه بيطلع زي سائل مثلا. تمام، ممكن مثلا لو هو مثلا هو حتى انت عارفين احنا طبعا زي الديجيزيفيكيشن الغاز، لو هو غاز بنعمله عمليه ضغط وبتحول لسائل. فممكن طبعا برضو ان انا ممكن اعمل استيشن لعمليه تفويل السفن على طول دايركت من المحطات، او بعمل عمليه تصديره عن طريق الايه الحاويات او نوع من انواع السفن لهذا الغرض، لانه في الاخر ممكن بحب يتصدر كانه سائل مثلا. احنا بنستخدمه بعد كده عايزين نستخدمه في الامونيا، صناعه الامونيا. تمام، الامونيا الخضراء. تمام، الامونيا الخضراء بردك بتتصدر الخضراء عن طريق سوائل، فانا ممكن برضو اعمل عمليه تصديره. وخلي بالك حضرتك ان الدول زي كندا والمانيا وخلاف الدول دي كلها برضه عندها بتتبنى هذه المشاريع عندهم. يعني هم عندهم برضه بشركه توتال مثلا، شركه توتال الفرنسيه عندها عامله باع قوي في موضوع الميثانول، وهي اللي بتكون بعمليه التوامه مع شركه ميرسك وخلافها عشان تكون بعمليه بيسموها تفويل هذه السفن بهذا المنتج عندهم. وبالتالي فاحنا بعمليه التصنيع هذا المنتج الجديد والحصول على كميات كبيره منه هنبتدي نكون بعمليه سهل ان احنا نعمل عمليه تصدير. بس احنا لسه في المرحله الاوليه ان انا بعمل منتج لسه ما وجدتش ليه الاشياء الكميات الكبيره ان انا هبدا اعمل عمليه تصديرها. ولكن في الخطه طبعا المستقبليه ان احنا نكون بتصدير الاتحاد الاوروبي لجميع انحاء العالم، لان طبعا العالم كله في عمليه شورت ونقص في هذه هي خطوه من 1000 خطوه، لكن هي خطوه محسوبه، خطوه لها دراسه جدوى كبيره وليها زي ما حضرتك قلت التصور النهائي وفكره التصدير موجود. لان ما فيش حاجه النهارده بتتعمل، احنا اعتقد العالم كله اصبح يعني نقدر نقول دولة واحدة، الكل أصبح منفتح على الآخر. صح. والكل في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية الكل يعي جيدا أنه لابد من التكامل كي يعم الخير على الجميع والسلام على الجميع. بنشكر حضرتك الدكتور ثروة راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. نشكرك يا دكتور.